السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من جديد بسالفة جديدة وحكاية جديدة مع آمال. أتمنى سالفة اليوم تكون خفيفة تظل عليكم ولو إنها شوية مختلفة عن كل السوالف. سالفتنا اليوم لنساء المهجر، حيا الله كل نساء المهجر، حيا الله كل اللي موجودين في الغرب وتغربوا عن أهاليهم وعايشين أيام صعبة، يمكن يعني ما عندهم أحد، ما عندهم صديق، ما عندهم قريب، ومع ذلك صابرين ومتمسكين بهويتهم، بإنسانيتهم، بأخلاقهم، بمبادئهم، وما تغيروا رغم قسوة والغربة. الغربة قاسية جدا جدا سبحان الله، واللي ما زال يحافظ على نقاء وصفاء هذا إنسان رائع جدا. فتحية لكل إنسان حافظ على نقاء وصفاء في هذه الأجواء صراحة القاسية جدا جدا سبحان الله. فتحية لكم يعني للنساء ولكل امرأة يعني ولكل إنسان عايش في المغرب. في المغرب وين المغرب؟ إيش دخل المغرب في الموضوع؟ معلش ما علينا. الغربة، عايش في الغربة ولا زال يعني حافظ على طيبته، لأنه حتختبر، والله اختبار كبير هو الغربة سبحان الله، تظهر فيه معادن الناس. اوكي، اللي يقولوا عارفه، يقولوا الانجليز money is a magnifier، انه المال يكبر الشخصيات. اذا كان الشخص هو طيب المال راح يظهر هذا الطيبه اكثر، تظهر طيبته اكثر. واذا كان الانسان خبيث اصله المال حيزيد ويوضح الخبث اللي فيه سبحان الله. فالغربه ايضا نفس الشكل، هي magnifier، هي كنا عاملينها تحت المكبر، يا اما انها بتظهر جمال الانسان حقيقته، اما انها تظهر حقيقته الخبيثه والسيئه. فان شاء الله ربي يعني يبارك لكم كلكم اللي في الغربه الان وقاعد تعانون من ويلات الغربه، ومع ذلك حافظتم على انسانيتكم وعلى رقتكم وعلى حبكم وعلى عطائكم على مبادئكم اللي تربيتوا عليها في بلادكم وما زلتوا تحافظوا عليها. في ناس ثانيين الله يهديهم وابغى اكلمهم اليوم ان شاء الله، اللي هم جو هنا الغرب وبالذات النساء، جوبي يعني انه عندنا قانون يحمينا احنا كنساء في الغرب، وانا حبهدل هذا الرجل وحدله وحوديه في 60 دهية. انا مش عارفه ليش هم قاعد يسووا كذا صراحه، مش فاهمه. يعني كنا نقول يعني الرجل الشرقي كان مثلا يغلط في مثلا بلدان عربيه انه السلطه كانت معه، هنا هو فقد السلطه تماما مسكين، وصار يعني المرأة تقريبا لها السلطة في كل مكان هنا ولها القوة لأنها مدعومة من الدولة. اوكي، فلا تستغلين هذا الشيء، اتقي الله في نفسك، اتقي الله في نفسك، اتقي الله في نفسك، خافي الله، لأنه لو انت الآن تجبرتي على هذا الرجل اوكي واستخدمتي القانون الكندي او القانون الغربي عشان تهدينه يعني تهينيه وتتعبيه نفسيا، هذا والله يعني حرام عليك تسوينه. انا من ما فتحت يعني القناه والرجال يشتكون لي، يقولوني امال تكلمي في الموضوع، النساء افتروا 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 افتروا، يعني حتى صاروا يلفقوا التهم على الرجل، تروح تقول انه مثلا خنقني، والله تقول تكتب تقول في تقرير في الشرطه خنقني ورفع علي سكينه وسجل عليه تسجيلات، اخي صاروا مجرمات والله الحريم. في محامي هنا يدافع عن قضايا الرجال مع النساء مع ازواجهم زوجاتهم، صار المسكين يعني خلاص تعقد، عنده عقده من النساء، عنده عقده من النساء، لانه كل النساء اللي يشوفهم يقولون ايش هذا، هذه تتلفق تهم على زوجها، وهذه تتهم زوجها، وهذه عشان تاخذ فلوسه، واخذت منه كل فلوسه وامواله واشيائه وحطته على الحديده. فالرجال اللي هو محامي خلاص صار مسكين يعني يكلم نفسه من كثر القضايا، كره الحريم وقاعد يقول للرجال لا عاد تتزوجن ولا حرمة من كندا، كلهم ما فيهم خير. فصراحة إنه يحزنني إنه يعني إن الناس يعني لأي درجة وصلنا، إنه فعلا خايفين إنه يزوج واحدة كندية أو إنها زينا مثلا، إحنا أنا تربيت في كندا، إنه زيي أنا مثلا يقول شخص مثلا يقول لا هذه مثلا بكرة حتوديني الشرطة وحتوديني في داهية، أحسن أروح أرجع بلادي وأتزوج من هناك، إنه هذه يعني كفانا الله الشر. فوالله العظيم ما نعرف صراحة، يعني كلام يعجز 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 يعجز. كيف أنا أقول كيف هذه الإمرأة اللي ما زوجها ما أذاها، ما أذاها، أنا ما أقول أن زوجك يأذيك، زوجك يأذيك هذه قضية ثانية أوكي، أكيد طبعا دافع عن نفسك،
لكن زوجها ما آذاها، تروح تبلغ عنه، تكتب عنه في تقرير ذبحني وضربني وما أدري إيش، وتأليف وتألفيق. والله أنا ما أعرف كيف صراحة قاعد تسويها، ما أعرف. أنا أقول يعني طيب كيف قاعد تنام الليل، كيف قاعد تحس، كيف إنها قاعدة، كيف قاعد تصلي، كيف تواجه رب العالمين، كيف قاعد تكلمين الناس، كيف عايشة حياتك طبيعي بشكل طبيعي، وأنتي آذيتي الشخص وقهرتي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله من قهر الرجال. والله الرجال قهروا في هذا البلد، قهروا في هذا البلد، يعني أنه ما عاد فيهم حيل، مساكين انهدوا. تجي الزوج واحدة وتشفط فلوسه كلها وتبهدل ومش عارفة تعمل له بلاوي الدنيا، وتطلق طلاق يعني تفضح بين العالمين. والحريم هنا يعني أنه إذا مثلا تقدر تعمل له شيء اسمه سترين أوردر، أنه ما يسمح له يجي حتى 200 متر من بيتها، من منطقتها كلها، ما يمدي يكلمها، ما يمدي يرسل أحد يكلمها، يعني حتى ما تبغى تصلح هذا، يعني مش عارفة، ما I don't know. أنا صراحة عاجزة عن التعبير كيف امرأة هي مفروض أنها تربت في يعني مبادئ وقيم ودين وكذا، تيجي تسوي كذا بزوجها. حتى هذا المحامي يقول نفسه، يقول إنه أكثر الحريم النساء المسلمات قاعد يسوون هذا الشيء. فيعني والله يا مرأة يعني لا تتجبري عشان إنه مثلا عندك قانون يحميكي، في رب قاعد يشوفك، كمان في رب قاعد يشوفك. عمرك ما تتلفقي تهم على أي إنسان، لأنك الحين لو نجيتي منها في الدنيا هذه والحكومة وقفت معاكي، بكرة ما حد حيوقف معاكي يوم القيامة. أنا صراحة ما راح أتكلم أكثر من كذا، حسكت، لأنه الكلام ما أعرف إيش أقول أكثر من كذا. بس اتقي الله، ربي قاعد يشوف كل شيء، وربي راح ينتقم من كل امرأة لفقت تهمة على زوجها عشان تأذيه وتنهيه من هذا البلد، ويمكن تحرمه من الجنسية وتحرمه من كذا. أقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما أعرف صراحة، يعني شيء يندى له الجبين، يعني حتى في عيال في النص أحيانا، وبرضه مع ذلك تسوي نفس البلاوي في زوجها. فالله يستر علينا وعليكم يا رب العالمين، ويبعد عنا شر هؤلاء النساء وشر أي إنسان يتسلط على أي إنسان. أنا ما قد أقول أنه بس النساء، بس الموضوع أعتقد أنه زاد عن حده لما هذا المحامي يعني خلاص مسكين فجر مخه من كثر القضايا النساء على الرجال. يجون الحريم في ظرف سنة تطلق زوجها وتبهدله وتعمل مشاكل. ليش؟ لأنها خلاص جت هنا وشافت الحرية وشافت القوانين وشافت كذا، صار لها أصابها تلوث فكري. فالله يهدينا جميعا ويهديكم جميعا ويصلحنا جميعا ويصلح بيوتنا يا رب العالمين، ويهديهم. وأي وحدة يعني غرتها الدنيا وشافت أنه مثلا القوة الآن بيدها، القوة بيد الله عز وجل، القوة بيد الله عز وجل. لا حكومة حتحميك من الله ولا أي حاجة، لا تغتري بالحكومة. وبالعكس أنا صراحة يحزني جدا جدا أنه إنسان يعني بالذات يعني مسلم يؤذي إنسان مسلم زيه عشان ملاليم، ولا عشان بيت من الحكومة، ولا عشان أي حاجة. إيش حتستفيدي منها هذه كلها؟ بكرة حتروحين وتموتي وتتركينها في الدنيا هذه كلها، وتروحين لا سمح الله جهنم، إيش الفايدة؟ فالله يستر علينا وعليكم. ما أبغى أتكلم أكثر من كذا، خلينا أسكت أنا، لأنه الموضوع صراحة فاق عن حده وزاد عن حده، وأتمنى أنه يتوقف يا رب العالمين. أسأل الله الهداية للجميع. السلام عليكم، أيامكم حلوة. أنا لازم أبتسم في الأخير حتى لو الموضوع كان مضايقني.